أعزائنا المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تليلومير، يسر مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم من صاحب السيادة المطران جمال خضر بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة رسامته الأسقفية وتعيينه نائباً بطريركياً للاتين في الأردن. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين: جلالة الملك وجلالة الملكة يتسلمان جائزة الطريق إلى السلام. البطريركية اللاتينية تحتفل بالرسامة الأسقفية للمطرانين جمال خضر ورفيق نهرة. الذكرى السادسة لتدشين مزار الطوبوية ماري ألفونسين في الصلت. كنيسة سيدة الجبل اللاتين في عنجرة تحتفل بعيد الرحمة الإلهي. وفيها أيضاً: هل أسأنا فهمنا للقداسة؟ القداسة والقديسين عبادة أم تكريم؟ عنوان وحلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على يهوديت التي تمثل الشباب المثير للإعجاب والشيخوخة السخية المعطاءة، وقال: كانت يهوديت أرملة يهودية وشابة فاضلة، وعاشت شيخوخة وقورة وصلت إلى 105 سنوات، وهذه نعمة خاصة. وليس هذا أمراً نادراً اليوم أن نعيش سنوات كثيرة بعد مرحلة التقاعد. بالنسبة للكثيرين، مفهوم التقاعد يعني الاستحقاق والرغبة في الاستراحة من الأعمال الملزمة والمتعبة، لكن هناك أيضاً الالتزام المفرح والمتعب في رعاية الأحفاد. بالنسبة للأجداد، فإن جزءاً مهماً من دعوتهم هو دعم أبنائهم في تربية الأطفال، فيتعلم الصغار قوة الحنية واحترام الضعف، وهي دروس لا غنى عنها يسهل نقلها وتلقيها مع الأجداد. ويتعلم الأجداد أن الحنان والضعف ليسا مجرد علامات تدهور، بل بالنسبة للشباب هي خطوات تجعل المستقبل إنسانياً. وقال قداسته: أصبحت يهوديت أرملة بسرعة ولم يكن لديها أبناء، ولكنها بقيت قادرة مدة حياتها على أن تعيش الرسالة التي عهد بها الله إليها، فتركت ميراثا من الحكمة والحنان والهبات للعائلة والجماعة. لم تكن يهوديت امرأة متقاعدة عاشت فراغها بحزن، بل كانت امرأة مسنة شغوفة ملأت الوقت الذي منحها الله إياه بالمواهب. خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله في نيويورك جائزة الطريق إلى السلام، كما التقى جلالته عدداً من القيادات المسيحية في نيويورك، حيث أكد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة وحماية حقوقهم في الأراضي المقدسة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
منحت مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله في نيويورك جائزة الطريق إلى السلام. وأكد جلالة الملك في كلمة ألقاها في حفل تسليم الجائزة أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس متطلب أساسي للسلام وحرية العبادة. وأشار جلالته إلى أن المسيحيين العرب في القدس يمثلون أقدم مجتمع مسيحي في العالم، واعتبر المحافظة على وجودهم في المدينة المقدسة واجبا على الجميع. My dear friends, our journey on the path to peace must travel through Jerusalem. Billions of people around the world hold that holy city in their hearts. It is home to our prayers and home to our hopes. It is also home to many Arab Christians who are part of the oldest Christian community in the world. And it is vital for us all to protect their presence in this holy city. Jerusalem is key to the future of peace and stability that we all seek. And as custodian of its Muslim and Christian holy sites, I say to you all, my friends, that upholding the historical and legal status quo at these holy places is essential for peace, for harmony, and freedom of worship. من جهة ثانية، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه في نيويورك عددا من القيادات المسيحية أن المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من ماضي الشرق الأوسط وحاضره ومستقبله، لافتا إلى أن بعض ممتلكات الكنائس في الأراضي المحتلة صادرتها منظمات متطرفة، إضافة إلى أن ممتلكاتها تخضع لضرائب عالية. وأكد جلالته أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس هي شرف ومسؤولية، ومن ضمن أهدافها الحفاظ على وحدة جميع الكنائس، والأهم من ذلك وحدة المجتمعين الإسلامي والمسيحي. وعرج جلالته على الدعم والرعاية التي تحظى بها كنيسة القيامة وجميع الكنائس الأخرى للحفاظ على الوضع الراهن، مستعرضاً أعمال الصيانة والترميم التي نفذها الأردن على مراحل في موقع قبر السيد المسيح وكذلك في كنيسة الصعود الواقعة في جبل الزيتون. ترأس غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا القداس الاحتفالي الذي أقامته البطريركية اللاتينية في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية بمدينة بيت لحم، وذلك بمناسبة الرسامة الأسقفية للنائب البطريركي اللاتين في الأردن الأب جمال خضر بحضور جموع كبيرة من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. احتفلت البطريركية اللاتينية بالرسامة الأسقفية للنائب البطريركي للاتين في الأردن الأب القانوني جمال خضر دعيبس، وذلك في كنيسة سانتا كاترينا المحاذية لمغارة المهد في بيت لحم. ابتدأ القداس بدخول الموكب الذي ترأسه غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وبمشاركة النائب البطريركي العام في القدس المطران ويليام الشوملي، والنائب البطريركي المطران الجديد رفيق نهرة، والقاصد الرسولي في القدس، ولفيف من الأساقفة والمطارنة والشمامسة من مختلف الكنائس، وجموع غفيرة من المؤمنين. امتلأت الكنيسة بعدد كبير من الراهبات والمدعوين والشخصيات الرسمية وممثلي المؤسسات واللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس وأهل الأسقف المعين،
وجمع من المؤمنين من مختلف الرعايا ومن مدن مختلفة. تخلل القداس القراءات من الإنجيل المقدس ورفع نشيد الروح القدس، كما تمت قراءة نص الرسالة الرسولية التي وجهها قداسة البابا فرانسيس، الذي من خلالها تم تعيين الأب دعيبس أسقفاً مساعداً في الأبرشية. انطلاقاً من هذا الرجاء الكبير الذي يدعمنا ويشجعنا في مهمة إدارة الكنيسة الجامعة، نظرنا بحب أبوي إلى الاحتياجات الروحية للجماعة الكنسية اللاتينية في القدس، التي طلب مؤخراً أسقفها غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بإلحاح معونة للقيام بأعمال الأبرشية من أجل تقدم روحي مثمر للمؤمنين في الكنيسة البطريركية العزيزة علينا جدا. لذلك فكرنا فيك أيها الإبن الحبيب، بناء على أعمالك التي قمت بها في هذا الكرسي، مدعومة بسيرتك القويمة، ورأينا أنك الشخص المناسب للقيام بهذه المهام. ومن ثم بعد الاستماع إلى رئيس مجمع الكنائس الشرقية وبملء سلطتنا الرسولية وبموجب هذه الرسالة، نقيمك أسقفاً مساعداً في الأبرشية البطريركية الأورشليمية اللاتينية، مع الحقوق المرتبطة بذلك والواجبات الناجمة عنها. كما تم وضع يدي البطريرك على رأس الأسقف المعين دعيبس ومسح رأسه بالزيت المارون وتسليمه رموز الخدمة الأسقفية، الكتاب المقدس والخاتم الأسقفي والتاج والعصا الأسقفية. وفي ختام الاحتفال قام المطران دعيبس بمباركة الحضور وسط تراتيلة من جوقة الكنيسة وزغاريتا من قبل أهل المطران الجديد جمال خضر. ارحمنا يا رب، ارحمنا، ولتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك. قد توكلت عليك يا رب فلا أخزى إلى الأبد. أنا على ثقة أن الله يمنح العون لمن يختارهم. ولتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، كما أنشدنا قبل قليل. إذا كان التعيين قد تم من قداسة البابا فرانسيس، فهذا يدل على ثقة ومحبة غبطة البطريرك بيير باتيستا وإخوة الكهنة الذين وضعوا ثقتهم به. شكراً غبطة البطريرك بيير باتيستا
على محبتك وثقتك وإرشاداتك. إلى أخوة الكهنة الموجودين معنا اليوم والذين أيضا لم يتمكنوا من الحضور، إن تواجدكم اليوم يمنحني الثقة أننا قادرون على السير معا لما فيه مجد الله وخير النفوس. حضوركم يعطي احتفال اليوم بهجة وجمالا. شكرا لإخوتي الأساقف الحاضرين معنا اليوم، سيدنا ويليام الشوملي، سيدنا رفيق نهرة، كمان مبروك كمان مرة، الأساقفة من الكنائس الكاثوليكية، إخوتي الأساقفة أسقف حسام، أسقف منيب، شكرا لقبولي بينكم أخا ومشاركا في حمل المسؤولية. إلى الذي هو الألف والياء، البداية والنهاية، الحمد والتسبيح والشكر، فمنه كل شيء وله نرفع المجد والتسبيح، آمين. وبعد القداس تم تقديم التهاني للأسقف الجديد على وقع معزوفات من مجموعة كشافة الزبابدة وسط فرحة عمت قلوب الجميع. بعد هذا الاحتفال وبعد الصيام الأسقفية الآن يبدأ العمل، العمل مع الكهنة والعمل مع المؤمنين، فإلى جميع المؤمنين وخاصة المؤمنين الموجودين في الأردن بحكم كوني نائب البطريركي في الأردن، لنستمر في المسيرة معا، لنستمر في التعاون فيما بيننا من أجل مصلحة الكنيسة، من أجل خير الكنيسة ومن أجل وطننا جميعا. فلنعمل معا ولنستمر معا على هدى الروح القدس نحو السيد المسيح الذي هو الألف والياء. باسم كل شمامسة الأردن منبارك لبطركيتنا وأبرشيتنا على هذا الفرح العظيم وهاي النعمة العظيمة، هاي نعمة الأسقفية اللي هي بتنشر الرسالة لنشر كلمة المسيح ونشر رسالة المسيح على الأرض. فمنقول مبروك لأسقفنا الجديد سيدنا جمال، ونتمنى له مسيرة رعوية في الأردن حافلة بكل النعم والبركات بشفاعة أمنا مريم العذراء أم الكنيسة. اليوم فرحة كبيرة للكنيسة، كنيسة القدس، إنه ابن الزبابدة راح حتى يخدم أرض يوحنا المعمدان، أرض المعمدان وشعب الطيب المسيحي المؤمن في الأردن. هي أبرشية واحدة، اليوم مبسوطين كثير بهاي الفرحة العظيمة. سيدنا جمال كان رئيس المعهد الإكليريكي سابقا وخدم في عدة أماكن في الأبرشية، معلم بارع وعظيم، وإحنا بنعرف أنه في هاي النعمة اللي هو راح يعطيها يمنحها إلى الأردن راح يعلم الشعب المسيحي ويقود الشعب المسيحي إلى ما فيه الخير، خير النفوس وخلاص المسيحيين حتى يعرفوا إيمانهم ويعيشوه بشكل حيوي، خاصة للشباب وللكهنة. وإن شاء الله ألف مبروك لنا جميعا. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. على صعيد متصل، احتفلت البطريركية اللاتينية بالرسامة الأسقفية لنائب البطريركي اللاتيني المكرس رفيق نهرة، وذلك خلال قداس احتفالي ترأسه غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا في كنيسة بازيليك البشارة في مدينة الناصرة. وقد شارك في الاحتفال عدد من المطارنة من مختلف الرعاية وجمع حاشد من الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين. خدمة الكاهنة تنطلق من خدمة الأسقف. We know this. Ubi episcopus, ibi ecclesia. Where there is the bishop, there is the church. نعرف هذا الشيء حيثما الأسقف فهناك الكنيسة. But ولكن. ولكن. The church is formed, yes, around the bishop. It is true.
but it is his first collaborator, the priest, who make the mission of the bishop visible and tangible. مظبوط الكنيسة تتشكل من حوالين الأسقف ولكن وجود الكاهنة اللي هم المساعدين الأوليين للأسقف هذا الوجود للكاهنة هو اللي بيخلي هذه الرسالة توصل وتكون رسالة ملموسة. So love them as the Lord has loved you. حبهم مثل ما الرب أحبك. They will not be always appreciative of what you do. مش دائما راح يقدروا مظبوط اللي انت بتعمله. They will not always understand you. ومش دائما راح يفهموا عليك. But this should not be a pretext not to love them. وهذا مش لازم يكون حاجز بالنسبة لإلك حتى ما تحبهم. Be present among them. Make them feel that you are there and you love them. كن موجود بيناتهم. حسسهم إنك بتحبهم. The rest will come. والباقي راح يجي لحاله. The pastoral life of the church is effective as long as the Christian friendship between bishop and priest is working. حياة الكنيسة الرعوية راح تكون فعالة وناجحة كلما المحبة الأخوية الصحبة المسيحية بين الأسقف والكاهنة بتكون فعالة. The second, love the faithful, love the people, be father of them. النقطة الثانية حب المؤمنين كن أب ليلهم. Do not create too many barriers between you and the people. ما تحط حواجز عديدة بينك وبين الشعب. بمناسبة عيد القديس جورجوس ترأس المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداسا في مقام القديس في بلدة ماحص. وفي عادة القداس دعا سيادته المؤمنين أن يقتدوا بسير القديسين الذين ألهمون الإيمان بقداسة حياتهم. عاون سيادته في الخدمة الإرش مدريد خريستوفوروس حداد الرئيس الروحي لمدينة الفحيص والسلط وعدد من الأباء والشمامسة وحضور جمع من المؤمنين. وبذات المناسبة رأس المطران خريستوفوروس خدمة غروب عيد القديس جورجيوس في مزار القديس في السلط. عاونه في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين المحتفلين بالعيد. الحياة الأبدية مش هي فقط الحياة الآتية بعد ما نغادر هاي الحياة، ولكن الحياة الأبدية هي منعيشها من هون أبنائي، ونحن نعيش الحياة الروحية ونحن متحدين مع بعضنا البعض برباط المحبة. قديش مهم إنه هذا الشيء نتذكره، ما يكون أفكارنا على الثاني، نحن حاملين أفكار سيئة بالقريب، ولا نكون ندين ولا نحكم على القريب، نفلت الحكم لربنا. بتذكر كلام أحد القديسين لما كان في أحد الأديرة، أجا أحد الرهبان وحكاله اللي في أدان راهب تاني، حكاله الأب الروحي، حكاله يا ابني أقمت نفسك محل الله، انتبه الله هو وحده البدين. عشان هيك أبنائي انتبهوا، خلينا كلنا ننتبه دائما، نخلي المحبة بس هي مزينة قلوبنا حتى نقدر إنه نلتقي مع بعضنا البعض برباط المحبة بيسوع المسيح القائم من بين الأموات. شارك الآلاف في حيفا بمسيرة طلعة العذراء بمرافقة تمثال السيد البتول من كنيسة اللاتين في حيفا وصولا إلى دير مار الياس على جبل الكرمل. وترأس المسيرة التي شارك بها الآلاف من القادمين من المناطق المحيطة غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين بمشاركة عدد من المطارنة والأباء الكهنة. وقام المحتشدون بجر عربة بواسطة حبال محمول عليها تمثال السيدة العذراء، ومن حوله العشرات من الأهالي الذين يلبسون بناتهم الطفلات أثوابا بيضاء وزرقاء على غرار الثوب الذي يميز السيدة العذراء. تصادف هذه الأيام الذكرى السادسة لتدشين مزار الطوباوية ماري ألفونسين المقام في كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في السلط، حيث خدمت ألفونسين في أول مدرسة في الأردن لمدارس البطريركية اللاتينية لمدة سنتين. وكان أقيم احتفال كبير بهذه المناسبة لتدشين المزار عام 2016 بحضور شخصيات دينية ورسمية وعامة وجموع غفيرة من المواطنين. وبهذه المناسبة المباركة نستذكر القديسة ألفونسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي قضتها بمحبة وإيمان ورجاء. وتخليدا لما قدمته الأم ألفونسين من خدمة للمدينة وكنيستها والتي تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء،
فقد قامت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بإعادة ترميم هذا المزار على نفقة عائلتها الخاصة. كنيسة القديس نيقلاوس للروم الأرثوذكس بمحافظة العقبة جنوب الأردن تأسست قبل 26 عاماً بأمر من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال في عهد مثلث الرحمات البطريرك ثيودوروس الأول. نورسات الأردن زارت المكان وعدت التقرير التالي. وترنم بعجائبها مسرورا. في حلقة هذا الأسبوع نصل لكنيسة القديس نيقلاوس للروم الأرثوذكس في محافظة العقبة جنوب الأردن لنتعرف على تاريخ ونشأة هذه الرعية العريقة التي تخدم أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في المنطقة. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. شيدت كنيسة القديس نيقلاوس عام 1987 بأمر من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثاره، الذي منح مساحات منوعة من الأراضي لتقام عليها كنائس تخدم المسيحيين في المحافظة. عمل على بنائها ومتابعتها مثلث الرحمات غبطة البطريرك ثيودوروس الأول الذي تكفل بكافة أعمال البناء على نفقته الخاصة. يبلغ ارتفاع الكنيسة ما يقارب 20 مترا وعرضها 15 مترا، وهي مزينة من الداخل بأيقونات بيزنطية ذات طابع مميز. يفصل الهيكل حائط الأيقونوستاس المميز بأيقونات مراحل حياة السيد المسيح على الأرض. يعتبر القديس نيقلاوس شفيع البحارة وصيادي الأسماك والمسافرين بحرا وبرا، فسميت الكنيسة على اسمه لتحل بركته على أبناء الكنيسة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. تضم الكنيسة ما يقارب 400 عائلة أرثوذكسية ناشطين في العمل الرعوي والاجتماعي في المحافظة، كما تجاور الكنيسة مدرسة خاصة تابعة للبطريركية الأرثوذكسية لتخدم أبناء الرعية وأبناء المنطقة. الأب سميح باسيليوس مرجي سيما كاهناً عام 1992 الذي خير حينها بمكان خدمته، فاختار بكل فخر وحب أن يخدم كنيسة وأبناء محافظة العقبة المتحدين دوماً حول كنيسة الرب. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق وبأسرارك النفيس دخن يسوع الرقيق. حدثنا الأب مرجي عن الكنيسة وعن تكملة البناء الذي ساهم به وعن نشاطها خلال الأعوام الماضية فقال: الجميل في مدينة العقبة أن مسيحيتها متحدين مع بعضهم البعض دائما. نحن نشعر أننا عائلة واحدة ورعية واحدة في كل الكنائس. كنيسة العقبة بالذات حاولت أن تجمع جميع الطوائف المسيحية مع بعضها البعض وتخليها دائما عنصر أساسي فعال في مدينة العقبة. ومن هالمنطلق أثبتنا موجودية كما يقول الكتاب المقدس: من ثمارهم تعرفونهم. أثبتنا لكل المجتمع المحلي وللجهاز الأمني وللدولة والكل أن المسيحية نحن عنصر فعال في مدينة العقبة وعنصر
له قوة، له فعالية. فنحن أردنيون عرب، أردنيون هاشميون. تأسست كنيسة القديس نيقلاوس سنة 1987 عندما فوضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أراضي لجميع الطوائف المسيحية بأمر من المرحوم جلالة الملك الحسين رحمه الله. وبعدها مباشرة بدأت كل الطوائف ببناء هذه الكنائس، فبنيت لجميع الطوائف المسيحية الكنائس وظهرت على حيز الوجود وأعطت طابع حضاري مميز للمملكة الأردنية الهاشمية أنه يوجد كنائس مسيحية في مدينة العقبة، علما بأنه يوجد أكثر من 400 عائلة مسيحية في مدينة العقبة من العائلات الفاعلة والعاملة والنشيطة والمثقفة والتي تتمتع بزي ما بقول بهاي كواليفيكيشن كلهم. أتيت في 92 لمدينة العقبة وكنت استلمت الكنيسة على القصارى، فكانت زي الفحمة السوداء، فبشرت في عمل الجبصين وعمل الدهان من تبرعات الخيرين من مدينة أهل العقبة، ولم نعتاز لأي شيء من البطركية أو المطرنية، فكان كله من جهود أهل العقبة في بداية الكنيسة. فدهنا وطرشنا وعملنا جبصين وبقيت لسنة 22 سنة متتالية بدون صيانة، فارتعينا أن نعمل صيانة عامة للكنيسة وتغيير تغيير كامل للكنيسة. فهذا كان بفضل أبناء رعاية العقبة الموجودين في هذه المدينة والرعاية المسيحية كلهم كاملين. بدون محبة لا يمكن أن يكون لا طائفة ولا كنيسة ولا مجتمع محلي ولا شيء. فالمحبة زي ما بيقول بولس القديس بولس، المحبة لا تفنى، المحبة بتعمر، المحبة هي أساس كل شيء بجميع فئات المجتمع المحلي من إسلام ومسيحية وطوائف وأيا كان المنبت والوصول. نحن المحبة إذا لم تسد المحبة لن يكون مجتمع ناجح وناضج ومحترم. لقد أظهرتك أفعال الحق لرعيتك قانونا للإيمان وصورة للوداعة أيها الأب رئيس الكهنة نيقلاوس، فلذلك أحرزت بالتواضع الرفعة وبالمسكنة الغنى، فتشفع إلى المسيح الإله أن يخلص نفوسنا. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. أقيم في كنيسة سيدة الجبل اللاتين في عنجرة قداس إلهي بمناسبة عيد القديس يوسف العامل وعيد الرحمة الإلهي المصادف للأحد الثاني بعد القيامة. ترأس القداس خوري رعية اللاتين في قطر الأب سامر حداد بمعاونة الأب يوسف فرنسيس راعي الكنيسة وعددا من الأباء والشمامسة والراهبات وحضور جمع من أبناء الرعية والمدعوين. تضمن القداس قراءات من الكتاب المقدس، تخللها ترانيم دينية من أداء إحدى الفرق التابعة للرعية وصلاة سجود، ورفعت الأدعية خلال الصلاة لكي يشمل المسيح برحمته الواسعة جميع المؤمنين. يشار أن كنيسة سيدة الجبل للاتين في عنجرة تضم مزاراً مقدساً يعد أحد أبرز مواقع الحج المسيحي في المملكة. احتفلنا بالقداس من مزار سيدة الجبل عنجرة، هو أحد مزارات الحج المعروفة في الأردن وأحد خمس أماكن للحج المسيحي في الأردن. القداس النهاردة كان بحضور غني بالخوارنة، كان في 3-4 خوارنة في الحضور، كان عندنا ضيف كمان من وزارة السياحة، كان عندنا حضور من الرعية،
العيد النهاردة عيد مهم لأنه الإنسان فيه بيعرف أن الله رحيم وأنه دايماً بيدور على كل واحد فينا وأن الله بيبحث عن كل واحد فينا. الكنيسة لما وضعت العيد وضعته أنها تساعد البشر، تساعد الناس يفكروا أكثر في رحمة الله وأن الله مش بعيد عن الإنسان، بالعكس الله قريب على الإنسان. كل سنة وانتم طيبين. المسيح قام، حقا قام، ونحن شهودا على ذلك. وفي كنيسة الصعود الإلهي بخلدة سيما الشماس تيودوروس السويس كاهنا جديدا على مذبح الرب، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه المطران كريستوفوروس. عونه في الخدمة عدد من الأباء الكهنة وبحضور ذوي الكاهن الجديد وأبناء الرعية، وقد هنأ سيادته الكاهن السويس وعائلته على هذه النعمة الكبيرة. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة مباركة وبالقداسة سلمتمكم. أبونا الشماس ثيودوروس ألف مبروك، مع كل محبتي لإلك ولكل أبناء أهلك أقاربك عشيرتك وكل الرعية أبناء الرعية، لأنه الكاهن من لحظة أنه بدخل في سلك الكهنوت يعني من خلال الشموسية يصبح للكنيسة فبالتالي للرعية كلها. فالرعية كلها في الأردن في بطريركية القدس اليوم بتفرح فيك، فألف مبروك إلك ولكل الأحبة الموجودين، لزوجتك ولأهلك ولكل الأحبة اللي لهم كل محبة وتقدير. ألف مبروك إلكم، ربنا يحميكم ويعطيكم كل بركة. بعد انتهاء عيد الفصح المجيد عادت أعمال الترميم لكنيسة القيامة التي توقف العمل بها قبل بدء الأعياد. وأكد السيد أديب الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس أنه بعد انتهاء فترة الأعياد الفصحية بدأت أعمال الترميم من جديد، مشيرا إلى أنه تم نصب كرفانات في ساحة كنيسة القيامة واستعمالها مخازن لحفظ المعدات المستعملة في أعمال الترميم. زار وفد إيطالي متخصص بالمواقع الأثرية محافظة مادبة، وذلك لتقديم استشارات وتصاميم لتطوير موقع مكاور والحفاظ على المساحات الفسيفسائية في مختلف المواقع الأثرية فيها. وقد جاءت الزيارة بدعوة من هيئة تنشيط السياحة لتقديم تصاميم لترميم الفسيفساء في مدينة مادبة والحفاظ عليها، لا سيما في مادبة وأم الرصاص وجبل نيبو ومكاور. وكان الوفد قد زار موقع المغطس ومكاور من أجل تحضير لاستقبال الحجاج والسياح عام 2030، وهي الذكرى الألفية لقطع رأس يوحنا. احتفل في كاتدرائية رئاسة أسقفية قطر بأسبوع الآلام المقدس وعيد القيامة المجيدة. ترأس الخدمات رئيس أساقفة قطر كيريوس مكاريوس مع الكاهن المناوب الأب ديميتريوس بحضور مؤمنين من الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقد أقيمت الخدمات المقدسة بست لغات عالمية مختلفة، وقامت الجوقة البيزنطية بأداء الترانيم بطريقة رائعة باللغات العربية واليونانية والصربية. وفي ليلة الجمعة العظيمة والسبت العظيم شارك في خدمة الصلوات عدد من السفراء المعتمدين في الدوحة. نظمت راهبات الفرنسيسكان مرسلات مريم دورة روحية في مركز سيدة السلام تحت عنوان من أنا، بمشاركة أكثر من 80 شاباً وشابة من مختلف الرعايا في المملكة. وقد استضافت الدورة التي استمرت 3 أيام عدداً من المدربين الذين حاضروا في موضوعات مختلفة. وتهدف هذه الدورة التي تدعمها البعثة البابوية في الأردن إلى تنمية روح الفريق والتفكير في طرق جديدة ومبدعة لخدمة الشبيبة. فتحنا هذه الدعوة لكل الأشخاص اللي بحبوا بهالأمر يجوا من الشبيبات اللي بالأردن، سواء كانوا لاتين أو كاثوليك أو أي طائفة، هم من أي كنيسة، يعني كان مفتوح للكل. وحتى بعتنا هاي الدعوة من خلال نورسات ومن خلال باقي القنوات، حتى أي حدا بيحب يجي فكان أهلا وسهلا فيه، مرحب فيه. المنظم هذا اللقاءات هم الرهبات الفرنسيسكان بس بدعم من البعثة البابوية، والأبونا جاد هو يسوعي خور يسوعي جاي من لبنان، رح يعطينا المخيم الروحي من أنا. أكيد هذا العنوان أكيد لحاله بيعطي كتير أشياء لهالشبيبة هالعمر هذا، وأكتر شيء إحنا حابين إنه هالعمر هذا ياخدوا شيء دعم روحي،
فحبينا انه نجمع هدول الشبيبات يتعرفوا على بعض لانهم من عده كنائس، يعني جايين من الحصن وجايين من الفحيص ومن الهاشمي ومن الزرقاء ومن اماكن كثيره لاتين وكاثوليك، فاللقاء لحاله مع بعضهم بيجمعهم مع بعض فبيخليهم هيك روح واحده مع بعض هدول الشبيبه. فنحن من خلالكم بدنا نشكر نورسات لانه دائما انتم بتدعمونا بهذا الشيء، يعني بنشكر الدكتوره باسمه باسمكم انتم وشكرا لكم. مش رياضة روحية مثل مفهومنا نحن للرياضة الروحية، يعني مش صامتة، بس رح يكون في أوقات نفكر سوا مع الشبيبة عن شيء اللي اليوم هن عم بيعيشوه، عن الصعوبات اللي هن عم بيعيشوها، عن طريقة حياتهم، عن كمان كيف الإنجيل والكتاب المقدس بينعكس على حياتهم اليومية، وهذا الشيء رح يصير من خلال فيلم رح نحضر فيلم مع بعضنا الليلة، وعلى أساس هذا الفيلم رح نركب بقية اللقاءات، يعني ناخد شخصيات من الفيلم ونشوف هي شو بتقلنا اليوم لحياتنا اليومية. جينا عشان نحضر هاي المخيم ونعرف، لأن المؤتمر كتير حلو، من أنا وكيف أشوف الله على ضوء، كيف أشوف أعرف نفسي وأعرف الله على ضوء إن أنا بعرف نفسي. فشكرا لكم وشكرا لكل اللي بيتعبوا لهي الخدمه. احنا اجينا هون عشان خلينا نحكي نعيد حياتنا الشبيبه، نرجع حياتنا بعد كورونا. اجتنا فتره جدا صعبه، بعدنا عن الشبيبه، بعدنا عن الكنيسه، رجعنا بدنا بشيء خلينا نحكي اقوى، شيء قريب من ربنا، بعيد عن التليفونات، بعيد عن السوشيال ميديا، عشان نكون قريبين لربنا، نرجع لشبيبتنا، نرجع لكلمه ربنا. لما سمعنا عن المخيم تاع البعث البابويه حبينا نشارك فيه عشان يكتشفوا الشباب والصبايا أشياء جديدة وتعرفوا على ناس جداد، وإن شاء الله يكون مخيم حلو عليهم. جيت على المخيم لأنه من اسمك كنت كتير متحمسة، اللي هو من أنا، كتير استفدت وحسيت بتطور روحي وحسيت أنه صرت أعرف حالي أكتر من النشاطات اللي عملناها. وصلتنا دعوة من رهبات الفرنسيسكان لدورة روحية بعنوان مين أنا. العنوان بصراحة لفت نظري وحبينا كشبيبة نيجي ونشارك فيه. صراحة أول ما سمعنا عن موضوع عن من أنا بصراحة تحمسنا أنه نجي ونتعامل مع الموضوع ونتعلم أكثر وأكثر من خلال الندوات. بصراحة تعرفنا على ناس جداد وبنشكر لكل من قام بهذا العمل، لأنه بصراحة استفدنا منها، حسينا برياضة روحية ممتازة جدا. تحت شعار ما أطيب وما أحلى أن يكون الأخوة معاً، شارك غبطة البطريرك رفائيل ساكو بحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع غفير من أبناء الشعب العراقي من كافة أطيافه وقومياته ومذاهبه أمسية ترانيم مسيحية إسلامية في بغداد، وهي الأولى من نوعها التي جمعت كل فئات الشعب العراقي لعيش الأخوة وتحقيق السلام. وخلال الاحتفال قدمت ترانيم وابتهالات بأجواء روحية، كما أقيمت في الأمسية صلاة لأجل العراق والعالم. وفي الختام أشار البطريرك ساكو إلى أن هذه الأمسية تعبر عن الأخوة بين كافة أبناء الشعب العراقي مسلمين ومسيحيين. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة بعنوان هل أسأنا فهمنا للقداسة؟ القداسة والقديسين عبادة أم تكريم؟ وقد استضاف البرنامج النائب الأسقفي للكنيسة المارونية في عمان الأب جوزيف السويد الذي عرف معنى القداسة وحدودها، موضحا كذلك أن القديس هو الذي عرض حياته لنعم الله، ونصح الأب السويد المؤمنين بعدم المبالغة في شعائر تكريم القديسين حتى لا يبتعدوا بذلك عن عظمة السيد المسيح الذي هو ينبوع الحياة والخلاص. فإلى هناك موضوع القداسة، هل موضوع القداسة أبونا وعنوان إحنا حلقتنا اليوم هل أسأنا فهمنا للقداسة؟ هل في هناك فرق بين التقديس وأم التكريم أم العبادة؟ صح، في طبعا في خلط مع الناس، في أمور الناس يعني ثبتتها على حالها وثبتتها على الكنيسة عم نشاهدها ونتعرض لتساؤلات كثيرة عن طريقة ممارسة الناس والأشخاص المؤمنة في طريقة عبادتها أو طريقة ممارستها لتقديس بعض القديسين والقديسات. بعض الكنائس بتشوفها مبالغة، وبعض الكنائس بتشوفها أنه الابتعاد عن الجوهر، أنه أنتوا في المبالغة في تقديس هدول الأشخاص عم تبتعدوا عن السيد المسيح، عم تبتعدوا عن ربنا، وبتخلوا الناس تتشتت بصلواتها إن كان لقديس مرشربل، رفقة، الحرديني،
القديسين بولس وبطرس والرسل والقديسات ماري ألفونسين والقديسة رفقة والقديسة مريم يسوع المصلوب إلى آخره. يعني أنا جبت القديسين المؤخرين اللي صاروا على درب القداسة. فما معنى قديس وما معنى قداسة؟ يعني إحنا بدنا نبلش هلا نعرف على القديس والقداسة. وإحنا مطلوب منا إنه نكون قديسين والقداسة. فنبدأ موضوعنا بالتعريف قبل ما ندخل بنص الشرح. كتير بدي أقدر قديش شعبنا أخذ منا، يعني أخذ إذا بدي أقول البساطة، ما كان في لاهوت قديما، وما كان في أشخاص غميئين بالإيمان، وما كان في أشخاص تقرأ إذا بدي أقول هالتعليم. مثلا اليوم عندي التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية مثلا، وتعليم الكنيسة الأرثوذكسية وغيرها. مشان هيك صار فيها اللغط الكبير، يا هل ترى القديس بياخد محل القدوس؟ مين اللي بيقدس القديس؟ القدوس. نعم. شو صار هالقديس ومين؟ شو هوية هالقديس؟ شو بصمته هالقديس؟ هو الشخص اللي عرض إذا بدي أقول حياته لنعم الله، دفقت نعم الله بشكل رهيب بحياته، سمح له، عبى شحن بطارية قلبه وفكره وروحه من قداسة ربنا، حتى صار على قد ما بيقدر، ومش توتلي يعني بدي أقول، يتماهى مع قديش الله بيدفق بيعطي، قديش هو بيستوعب. وصار فيه حالة مثل ما بيقول كل القديسين، يعني بيقولوا أنه على قد ما كانوا يقربوا من القدوس كانوا يحسوا حالهم عم بيصغروا حتى هو يكبر. بلش من يوحنا المعمدان، عليه أن ينمو وعلي أن أنقص. كل ما بتقرب من الشمس بتحس حالك صغيرة، كل ما بتبعد عنها بتشفي تشوفي الشمس قرص صغير. حالتنا هي حالة الشخص اللي بده يقرب من القدوس ولكن بيستحي، بده يقرب من ربنا ولكن مرات بيقول مين أنا، ما بستاهل. هون بلش تخلق اللغط. مثل ما الإنسان بروح عند أمه تتوسط له عن بيه، بلش الإنسان يفتش على إذا بدي أقول الوسائل، نسي وسيلة التقديس مرات، ما بدي أقول عطول، مرات نسي القدوس وراح عند الوسيلة حتى الوسيلة تتوسط له عند القدوس. نعم. أكيد الكتاب المقدس بيقول بوضوح الوسيط الوحيد عند الآب هو يسوع. طب أنا كيف بدي أكون كمواطن عادي أوصل لجلالة الملك بدون ما أعمل يمكن مجموعة اتصالات؟ نعم. بمكتب جلالته هيدي القصة أوحت للناس أنه في مجال مرات تتوجه عبر قنوات. نعم. هيدي قنوات مش غلط انك تتوجه لها. نعم. شرط، وهون بدي حذر، هل قنوات هي قنوات؟ نعم. هي من الشخص المراد انك توجه له رسالة. نعم. مع يسوع هو اللي قال ودايما كان يقول اطلبوا مني حتى الان لم تطلبوا باسمي. نعم. شيئا. نعم. باسمي، اطلبوا باسمي. انا مرات بقول له للرب يا رب انت اللي قلت لي باسم طلوب، باسمك يا يسوع أنا عم بطلب. هلأ أنا بتفهم اللي بدي أقول النفس، الطبيعة الإنسانية الشعبوية، ما بدي إجي ألغيها وإكسرها ولبل أصرخ بوجهها أنتوا غلطانين. أنا بفهم أنه هيدي وسيلة. نعم. بس ضروري نوضح للناس أنه هيدي الوسائل من هي الأساس. بالبداية ذكرت أنه هناك بعض الممارسات الخاطئة بعتبرها من أشخاص بيمارسوا عبادتهم أو طقوسهم أو تقديسهم أو تكريمهم بطريقة مبالغة فيها، مثل ما أنت تفضلت هالمبالغة هذه اللي تعجز الكنيسة أحياناً الرد عليها. يعني مثلاً لما بتشوف إنسان عم يخطأ بطريقة عبادته أو طريقة ممارسته
لا طقوس أو شعائر لها القديس أو لها القديسة، فما بتحاول توقف يعني لهالأشخاص هدول، مش هيك المطلوب. يعني أنتوا عم بتسيئوا للكنيسة وعم بتسيئوا لهذا القديس اللي عم يتهم هذا القديس الآن. الآن هو في مثل ما تقول في حلبة اتهام هذا القديس، أنك أنت متهم أنك عم تبعد الناس عن يسوع المسيح وعن الله. دكتور، القديس منه متهم ولا لحظة. القديس صار بغير عالم، يعني هو إذا بدك صار بجسد يسوع المسيح السري. أبداً نحن وقت اللي بيموت الإنسان وبكون بحالة القداسة والبرارة مثل ما هلأ سمعنا من الدكتور، نعم، صار هو ويسوع المسيح بجسد سري واحد. قديش برأيك، وانت بتعرفي منك جديدة بالإعلام، قديش برأيك الكنيسة، كل الكنائس، عبر منبر النور سات تلي لوميير، اللي بدك ياه منابر وعظات وتبشير عبر عظاتنا ويمكن حتى المحاضرات اللي كانت تنعمل لتوضيح هيدي الامور، وبعد في ناس انا بدي اقول انه هيدي مثل ما بيقولوا البساطه، بساطه الايمان، بساطه يمكن في العالم ما تخزين اليوم بمدارسنا. قديش بياخدوا ساعات تعليم مسيحي إن كانت الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو حتى قديه في عندهم ساعات تعليم مسيحي؟ وقت اللي بتيجي بتقلي لي الساعة من أصل 36 ساعة، بقلك أنا هل تكفي هذه الساعة أنه خوض وغمق بتعليم لاهوتية مشبعة بكتير من يعني بعدنا لليوم بقول مين خلق الله؟ تصوري لحد وين؟ يعني تلاميذ بيقولوا طب انه بليز خبرونا مين خلق الله. يا خيي شو عم تسأل؟ وهوني برجع بقول انا بتفهم، انا شخص ما بدي مثل ما بقولوا هيك خلص كربج وقول لا في شيء غلط، عبادة الناس صار بدها كذا، صار بدها صفعة، صار لازم نعمل. انا بقول بدنا نحاول ونضلنا نحاول، وانت تضلك تفتحي هالموضوع وانا ضلني احكي عنه، وكل مرة بنحكي عن القديسة نربطها مثل ما انا ربطتها نهار الاحد، نربطها بالاربان، نربطها بالاسرار، نربطها بطريقة الاطر اللي استعملها هالشخص اللي تقدس أو اللي قدسته الكنيسة عبر الكتاب المقدس والترنيم والمزامير وعبر الأسرار وعبر الفضيلة وعبر الممارسات والعطاء و ويمكن أهم أنواع القداسة دكتور اليوم هو الأشياء البسيطة اللي بيحكوا عنها قديسين، لك الابتسامة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك وجلالة الملكة يتسلمان جائزة الطريق إلى السلام. البطريركية اللاتينية تحتفل بالرسامة الأسقفية للمطرانين جمال خضر ورفيق نهرة. كنيسة سيدة الجبل اللاتين في عنجرة تحتفل بعيد الرحمة الإلهي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.